الفساد تدعمه الأحزاب الحاكمة اللي إجت بعد 2003 وشرعت في جميع الدوائر، وأصبحت الحكومة قائمة على جميع مفاصلها على أغلبها على الفساد. الإرهاب، من الذي صنع الإرهاب؟ دول لها مصالح في العراق تدعمها وتدار، وتنظيم داعش الإرهابي يدار مخابراتيا من هذه الدول من على حساب دول أخرى لها مصالح في العراق، أو قد تتضارب مصالح دولية وعالمية على هذه الأرض في العراق. اليوم ديالة، محافظة ديالة لها، وهي خاصرة العراق، لها موقع جغرافي مهم، وأمنيا تعتبر للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أول محطات الأمن القومي الإيراني. وجود النفوذ الإيراني في هذه المحافظات ومحاولة تغيير ديموغرافية ديالة ليس بالبعيد. من بعد 2003 حاولت إيران أن تغير عدة ديموغرافية عدة محافظات، ومن ضمنها محافظة ديالة، لعدة عوامل. أولا تعتبر يعني ممر استراتيجي لوصولها ودعمها لأذرعها في داخل العراق، أيضا تعتبر مفتاح لطريقها البري لدعمها الاستراتيجي لسوريا ولبنان، أيضا وصولها البحر الأبيض المتوسط. أيضا تعتبر بعد الاختراقات اللي صارت من قبل مجموعة معارضة الخلق الإيرانية التي كانت في شرق ديالة في معسكر أشرف، الخروقات الاستخبارية اللي حثت في آخر فترة في إيران أدعت إلى خطر وجود هذه ووصول وارتباطاتها منظمة مجاهدي خلق في عدة شبكات في ديالة. اليوم الوضع في ديالة الكثير من العوامل تفقدها القوة، يحاول إيران أن تبقى مسيطرة على الوضع في ديالة لعدة عوامل. حتى هذا النازحين اليوم في تقريركم في نهر الإمام وقرية الرشاد وغيرها، اليوم إيران تحاول في معلومات استخبارية تحاول أن تضع في كل محافظة وفي كل جزء قريب لها خزين من الصواريخ، حسب معلومات استخبارية خزين لها من الصواريخ الاستراتيجية، تحاول أن تنقلها من إيران إلى العراق للحفاظ عليها من الطائرات المسيرة الإسرائيلية. هذا ما تسعى إليه إيران. يعني هل تريد سيد سيف هل تريد أن توصلنا إلى استنتاج بأن كل الخروقات الأمنية التي تحصل في ديالة هي سبب أو هي وسيلة لنتيجة تريد أن تصلها إيران، وهي تغيير ديموغرافي للمنطقة؟ يعني هي اللي وراء هاي الخروقات لو شو؟ هذا سبب واحد من عدة أسباب لها تتعلق بالأمن القومي الإيراني أستاذ أحمد. اليوم نفس ما قلت لك أكو تقارير استخبارية خاصة بأنه أكو صواريخ خزنت في مقابل من ناحية إيران مقابل محاذية لمحافظة ديالة. عدة تقارير استخبارية أن كثير من ترسانات الصواريخ اللي خاصة بصواريخ شهاب التابعة لجيال الثالثة وصواريخ ذو الفقار قد خزنت في محاذات محافظة ديالة. يعني احنا إذا رجل حج نحللها استخباريا ليش وضعت على الحدود مع ديالة؟ هذه من الناحية الأولى. لو نفكر أنه هناك هجمات، لو نفكر أنه تحاول تنقلها إلى مناطق خوفا من ضربها، يعني مناطق داخل العراق، وتقارير استخبارية أنه تقول تسعى إلى دخولها في مناطق وجعلها مناطق فدية، لتحاول أن تحصل على مناطق فدية تجعلها نموذجا مثل جرف الصخر. تحاول أن إيران أن تضع، والحرس الثوري الإيراني أن يضع الكثير عدة من الصواريخ في هذا المكان للحفاظ عليها من القصف الإسرائيلي الذي قد يطالها في إيران. تحاول أن تضع لها موطئ خزين استراتيجي في العراق، وهذا ما صرحوا به. يعني ترى إيران ما خايفة وقاعدة تقولها، إحنا ندافع على الأمن القومي العراقي في العراق، وحتى إسرائيل قالت إحنا نرد عليكم في العراق. إحنا اليوم يجب أن نخرج من هذا الطور والمحافظة على شعور بعض الأشخاص. اليوم نرجع نفكر بموضوع عراقي، وأنه نضع مصلحة العراق أولا.
اليوم إيران تفكر بأن عدوها تحارب عدوها في العراق، وهذه قلتها في تحليلها من الصواريخ اللي انضربت في أربيل. حتى خلال مراقبتي للأحداث اللي مضت خلال هذا الأسبوع، تدري الأحداث اللي صارت، أنا يمكن نزلت فيها تغريدة على تويتر، خلال 48 ساعة هجمات على مصافي في أربيل، ودول في صواريخ في أربيل على مصفى، وفي الرطبة داعش يضرب أيضا محطة وقود، وفي حمص أيضا، وفي دير الزور هم أيضا منشآت لغاز ونفطية. ليش خلال هذه 48 ساعة كلها هذه الأحداث صارت؟ هناك رسائل إيرانية مبطنة.